الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. استشهد صحفي فلسطيني واصيب اخرون فجر اليوم في غاره اسرائيليه على مخيم نصيرات وسط قطاع غزه وافادت وكاله الانباء الفلسطينيه بان طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت منزل الصحفي مما ادى لاستشهاده وعدد من افراد عائلته. ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه برا وبحرا وجوا منذ السابع من اكتوبر الماضي مما ادى لاستشهاد اكثر من 21 الف مواطن غالبيتهم من الاطفال والنساء، اضافه لنحو 55 الف مصاب والاف المفقودين في حصيله غير نهائيه. اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بلدتي قصر وبيتا بمحافظه نابلس شمال الضفه الغربيه المحتله وافادت وكاله الانباء الفلسطينيه بان جيش الاحتلال داهم خلال اقتحامه منزلا وحطم محتوياته وفي مدينه قلقليه اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع رحبت وزاره الخارجيه الفلسطينيه بالدعوه التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل لارتكابها جريمه الاباده الجماعيه امام محكمه العدل الدوليه في لاهاي وشددت الوزاره على ان اسرائيل سلطه الاحتلال غير الشرعيه وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميريه على قطاع غزه هي اباده جماعيه كما ان تشبيه الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشريه واطفال الظلام تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمه وطلبت الخارجيه الفلسطينيه محكمه العدل الدوليه بسرعه الاستجابه الى طلب جنوب افريقيا للاجراءات المؤقته وبشكل عاجل من اجل منع ارتكاب جريمه الاباده الجماعيه من خلال اصدار قرار بوقف العدوان واطلاق النار قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق أم 107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار. وأضاف البنتاجون أن الوزير بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة. أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عملية النهب التي قامت بها قوات الدعم السريع في مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الاشتباكات، وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لممارسات قوات الدعم السريع واتخاذ خطوات فاعله لمواجهتها، وأشارت إلى ما أوضحه برنامج الغذاء العالمي من أن هذه المواد الغذائية المنهوبة تكفي لإطعام أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين المتضررين إلى جانب ما تسبب فيه هجوم قوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة وتشريد مئات الألاف من المواطنين والنازحين أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتهما في ولاية الجزيرة بالسودان بعد تعرض منشأتهما للنهب. وأوضح برنامج الأغذية العالمية أنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في ولاية الجزيرة بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي مليون ونصف مليون شخص لمدة شهر. فيما افادت منظمه اطباء بلا حدود بان مجمعها في ويد مدني عاصمه ولايه الجزيره تعرض لهجوم مسلح في التاسع عشر من ديسمبر الجاري وتم سرقه سيارتين ومحتويات اخرى ويهدد وقف برنامج الاغذيه العالمي ومنظمه اطباء بلا حدود عملياتهما بتفاقم الازمه الانسانيه للاشتباكات التي تدور في السودان منذ اكثر من ثمانيه اشهر مشاهدينا انتهى منجزة الثامنه ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل